نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. كان الحديث في الاستفادة من دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، المعروف بدعاء مكارم الأخلاق. وهذه الفقرات التي تلوتها تقدم سابقا بعض الحديث حول الفقرتين الأوليين، والآن أقدم بعض الحديث حول الفقرة الثالثة. واكفني ما يشغلني الاهتمام به. هو الله استجاب هذا الدعاء، واستعملني بما تسألني غدا عنه. بعد ذلك، إلهي أنت وفقني، أنت استعملني. الإنسان هو يعمل الخير أو الشر، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. استعملني، باب الاستفعال، الأصل في باب الاستفعال الطلب أو ما يكون نتيجة الطلب من الحمل عليه. مثلا فد واحد ما عنده شغل لأنه ما عنده فلوس، شخص آخر يحرضه يشجعه على العمل، على الشغل، على الاكتساب، قد يكون لا يعطيه المال ليذهب ويكتسب. كلاهما استعمال، يعني واستعملني بما تسألني غدا عنه. إلهي أنت هيئ الأسباب لي حتى أنا أعمل، أشتغل، أمارس الأمور التي غدا تسألني عنها. خب، بعد هذا ما تقدم سابقا، بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يرتب بعض الأمور المتأخرة على بعض الأمور المتقدمة في التدرج الطبيعي. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له.
الآن الحديث هنا استفرغ كما تقدم لعله مكررا ويذكر ذلك في علم الصرف أنه الاستفعال كثيرا ما وفي القرآن كثير أيضا نماذج لهذا المطلب الاستفعال كثيرا ما يأتي بمعنى الثلاثي المجرد يعني إلهي أنت تولى هذا الأمر بالتوفيق بأمثال ذلك حتى أيامي تكون مفرغة كالإناء هذا استخدام للأمر المعنوي نوع من المجاز الإناء عندما يفرغ يكفى لا يبقى فيه شيء إناء فيه ماء أو طعام أو ذهب أو فضة أو أي شيء إذا أفرغ قلب ما يبقى فيه شيء إلهي أنت تولى إفراغ أيامي كل ما في طاقتي في عقلي في فهمي في قدرتي من الأمور المختلفة في الدنيا فرغها الأيام فرغها في أي شيء فيما خلقتني له أي فرق بين هذه الفقرة والفقرة السابقة يبدو للنظر مضافا إلى ظهور أن الفقرة الثالثة مو تكرار للفقرة الثانية ومضافا إلى أن خصوص الواو كما يقول أهل الأدب له ظهور هذا الحرف حرف العطف له ظهور في الاثنينية إذا واحد قال جاء زيد وابن عامر واو له ظهور في أن ابن عامر غير زيد مو هو نفس زيد له كنية كنيته ابن عامر نعم مجازا قد يستعمل أما الأصل الأولي في الواو عطف الغير على الغير واستفرغ هذا دعاء آخر سؤال آخر مطلب آخر ما تسألني عنه يبدو للنظر أنه الواجبات والمحرمات لأن في غير الواجبات والمحرمات السؤال ماكو ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لماذا لا يقال عقاب ماكو ممكن سؤال عتاب يكون ولكن ما خلقتني له أعم من الواجب والحرام ومن غيرهما يعني إلهي خلقتني في هذه الدنيا يعني قصدي مضمون المستفاد من الفقه إلهي خلقتني في هذه الدنيا لماذا؟ خلي أصرف أيامي كلها في نفس ذلك الشيء في نفس ما خلقتني له الله خلقنا في الدنيا للأكل لا هذا مو هدف الخلق للشرب لا للزواج لا مو الهدف هذا للسكنة لللباس لل واحد يلبس
للتنزه، هذا مو هدف. صريح الآية الكريمة لعل معظمكم أو كلكم تحفظون هذه الآية في غير ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كل هدف الله قال: إلهي فرغ أيامي في هذا واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. باعتبار المجلس مجلس العلم وأهل العلم والعلماء والخطباء، أكو مسألة شرعية، وهي أنه المعروف بين الفقهاء حتى في الرسائل العملية موجودة هذه المسألة، وفي الكتب المفصلة كالحدائق والجواهر والسنن وغير ذلك، باستدلال موجود هذه المسألة، وهي المعروف بين الفقهاء أن الأمر بالواجب والنهي عن الحرام واجب، والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب. هذا المعروف في الرسائل العملية موجود، ولكن هنا أكو فد بحث علمي ونقاش لجمهرة من أعاظم الفقهاء قديما وحديثا حتى في عصرنا، ومما أتذكر أنه ذكر هذه المسألة وممن أتذكر أنه ذكر هذه المسألة وأبدى هذا التشكيك في هذا الأمر المعروف المرحوم السيد أحمد الخنساري رضوان الله عليه في كتابه الفقهي الاستدلالي جامع المدارك، وغيره أيضا ممن تقدم عليه، وهو أنه الأمر شاهد فيما خلقتني له، الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه قسمان، قد يكون لوصول الأحكام المستحبة والمكروهة إلى الناس، هذا شبهة وجوب أكو إليه، يقولون ليش مستحب هذا؟ المستحب الله جعله غير لازم على العباد الاتيان به، أما هذا حكم من أحكام الله أم لا؟ أحكام الله يجب أن تصل إلى عباد الله، قد يكون هكذا قد يكون لا، إذا مو من هذا القبيل، يعني إذا شخص يعرف أن صلاة الليل مستحبة، شخص يعرف أنه إذا صافح مع أخيه المؤمن يستحب أن لا يبتدئ بسحب يده، ولكن ما له خلق يسحب إيده، تأمرونه بهذا المستحب، هذا مستحب. أما الناس اللي ما يدرون هذا المستحبات مثل صلاة الليل، لعل الكثير يعرفون أنه من المستحبات. مع احترامي لكم جميعا، هناك الكثير والكثير من المتدينين من المتقين، كثير من المستحبات والمكروهات ما يعرف، ولو كان يعرفها ربما كان يأتي بذلك المستحب بتلك المستحبات أو ينتهي عن تلك المكروهات. هذا بحث علمي، أنتم بالمستقبل لاحظوا هذا البحث، أنا ما أريد أبحث هذه المسألة كمسألة فقهية، ولكن أنا أميل إلى هذا الرأي تبعا لجمهرة ممن طرحوا هذه المسألة وذكروا هذا الرأي.
مو بعيد هذا الكلام، بل له أدلته. لكن اللي ببالي أنه في جامع المدارك موجود، وإن كان يذكره احتمالا، أما احتمالا وميلا وإشكالا على ذلك الرأي الذي هو معروف. ويمكن الجمع بين الرأيين بأن المعروف غير هذا المورد، الأمر بالمستحب مستحب، والنهي عن المكروه مستحب، هذا في غير هذا المورد، في غير وصول الأحكام، أحكام الله إلى عباد الله. إذا هالشكل صار، حتى هذا صار واجب، ويحتاج الإنسان يدقق في وظيفته وتكليفه، وأنه ماذا يجب عليه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. أنا باعتبار أنكم تعرفون هذه الأمور، ولذا لا أتوسع في هذا المطلب بالذات، إنما أذكر بعض النماذج الواردة في الروايات المعتبرة. بالنسبة للأحكام الإلزامية، يعني الإنسان قد يواجه فد إلزام، هذا بحاجة إلى دليل معتبر حتى يثبت هذا الإلزام. قد يكون لا على الاصطلاح العلمي إلا اقتضائيات، هذا بحث مقام التسامح، البحث الموجود بالتسامح. ولذا أؤكد على أن الروايات معتبرة، لأجل أن مسألة ظاهر الروايات إلزامية والرواية معتبرة سندا ومعتبرة ظهورا، يعني المتن والسند. رواية أكو معتبرة البزنطي عن بعض رجاله، هاتان روايتان أنا أنقلهما من الكافي، يعني رأيتهما في الكافي بسندين معتبرين. عن بعض رجاله هذا يصير مجهول، ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر إجماع الطائفة على العمل بما رواه البزنطي عمن كان إلا ما خرج بدليل. ثلاثة أشخاص: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وصفوان بن مهران الجمل، كلاهما ثقتان، فصفوان بن يحيى نقل إجماع الفقهاء على العمل برواياته. هذا غير أصحاب الإجماع، ذاك بحث آخر لأوسع من هؤلاء الثلاثة، إجماع خاص في هؤلاء الثلاثة. أكو أحدهم البزنطي يروي هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لاحظوا عبارة الرواية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة شنو؟ معنى واسع للعبادة. هذه الرواية تقول أفضل العبادة، والرواية معتبرة. في بعض الروايات أكو أفضل العبادة مكرر، أكو في روايات غير معتبرة سندا. إذا مو معتبرة سندا والفقهاء لم يستفيدوا الوجوب حتى يكون جبرا للسند والمتن، هذا يحمل على الاستحباب. أما هنا والسند معتبر، والتعبير بأفضل في مقام التزاحم يجعل هذا مقدمة. أفضل العبادة إدمان، دققوا في كلمة إدمان،
إدمان التفكر في الله وفي قدرته. أفضل العبادة إدمان. إدمان يعني مداومة، يعني على طول، يعني باستمرار. التفكر في الله وفي قدرة الله أمران. ليس قطعا المراد بالتفكر في الله التفكر في ذات الله، لأنه مضافا إلى أنه منهي عنه ومحرم على الظاهر ولعله المشهور، الإنسان لا يصل إلى نتيجة. التفكر في ذات الله لا يصل الإنسان إلا ظلاما في ظلام، الإنسان المحاط لا يحيط بالمحيط. في الأمثلة المادية يمكن لتقريب النظر، إناء ظرف، داخل هذا الإناء كم سنتيمتر مربع، خارج هذا الإناء كم سنتيمتر مربع؟ يقينا داخل الإناء سنتيمترات المربعة أقل من خارج الإناء. هل يمكن أن يحيط داخل الإناء بخارج الإناء؟ مو ممكن. المحاط لا يحيط بالمحيط قطعا، هذا مو مراد. المراد بالتفكر في الله التفكر في صفات الله، صفاته الثبوتية، صفاته السلبية، في عظمة الله، هذا عام، وفي قدرته ذكر خاص بعد عام. الإنسان جدا ضعيف، جدا ضعيف، ولكن لا يشعر بضعف نفسه، فيتكبر ويترك واجب ويترك حرام ويستهين بالأحكام، نفسه على اختلاف الناس ومراتبه. أما إذا استمر استمرار إدمان، مو أفضل العبادة التفكر، إدمان التفكر، استمرار، إذا على طول باستمرار الإنسان تفكر في الله وتفكر في قدرة الله، هي يشعر على طول باستمرار، يشعر بضآلة نفسه، بضعف نفسه. إذا شعر بهذا، هذا منتهى مراتب أن يقع الإنسان في طريق إتيان التكاليف، في طريق إتيان واجباته. بهذه النسبة من معرفة الله، بما أوتي كل إنسان من طاقة في هذا المجال، الإنسان الذي يستهين بصلاة الصبح، إذا قعد يصلي إذا ما قعدها ما يهم، هذا الصلب ميس جدا، لا يعرف الله ولا يعرف، وإلا لم يكن ليفعل. الإنسان الذي يجلس أمام شخص فد مرجع تقليد وما يدري هذا مرجع تقليد، إذا يسأل منه مسألة ربما بسرعة يجاوب، أما إذا قدامه مرجع تقليد قاعد متخصص في المسائل الشرعية، إذا يسأل منه مسألة إما ما لا يجيب، وإذا أجاب يدقق في كلماته، لأن هذا متخصص. الإنسان أمام الطبيب المتخصص إذا سئل عن هذا الشخص مقابل في الطبيب المتخصص عن مسألة طبية بسرعة يجيب؟ لا يجيب، لأن يعرف هذا الطبيب، يحترم علم هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى موجود على طول، قيوم قائم على طول، يعني هذه الجلسة بمحضر الله سبحانه.
سبحانه وتعالى. هذه الكلمات، هذا السمع، هؤلاء الأشخاص، الله مهيمن قيوم. إذا الإنسان أدمن التفكر، يعني هي لقن نفسه. أنا عندما أتكلم، والخطيب عندما يخطب على المنبر، والمدرس عندما يدرس، إذا هي باستمرار لقن نفسه. التفكر في الله وفي قدرته، أكيد يتغير تعبيرات، أكيد يتغير كلمات، أكيد يتغير وضعه. العديد منكم خطباء، أكيد تعرفون هذا الشيء. أحد الخطباء كان يقول، مو بعيد عن الجميع إلا فد استثناء إذا أكبر، يقول كنت محضر فد مجلس أقرأ، صعدت المنبر بس قرأت المقدمة، فد مرة دخل أستاذي الخطيب اللي أستاذي له، يقول كل برنامج اللي كنت مفكر فيه اخترب. ليش اخترب؟ ليش اخترب؟ المرحوم والدي رحمه الله فت خطيب اللي الآن هم موجود، أنا كنت عند المرحوم الوالد، هذا إجا قال للوالد أنا يشرفني أنتم تحضرون المجلس اللي أنا أقرأه، بس حاولوا تجون في وقت القراءة وقت التعزية. ليش؟ هل نرجع تقليد يدخل مجلس خطيب؟ هذا الصدر شي جيد. ليش هسه؟ هذا بصراحة قال من الممكن، هذا أيضا فكره بعض آخر، ولكن يستحيل هذا ما يقول. ليش هذا؟ لأن هذا يريد يقرأ حديث شريف، يريد يفسر حديث، يريد ينقل تاريخ، زايد ناقص قليل كثير. إذا هذا موجود، حتى إذا ما يعاتبه، حتى بعدين إذا ما يقول، ما يقدر يحكي. إدمان التفكر في الله صدق يغير وضع الإنسان بنفس النسبة، يغير وضع الإنسان وفي قدرته. في الروايات العديدة، في الروايات لعلها متواترة، ما أدري، أكيد شايفين، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. بس إذا بهذا اللفظ أو به مع هذا المعنى، ما أدري بهاي اللفظة موجودة في الرواية، في العروة الوثقى موجود هذا التعبير، الصلاة عمود الدين، أول ما يسأل العبد عن الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. وما في الصلاة من الرواية، من بين هذه الروايات؟ أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نفس الأئمة قالوا ليست العبادة. ليش؟ هذا نفس مسألة التزاحم، تزاحم الفقهاء يطرحوها، مسألة التزاحم، ليست العبادة بكثرة الصلاة وكثرة الصوم وروايات أخرى. المعنى الصلاة الواجبة والصوم الواجب، لا، الواجب إشكال مولدين، يعني الإنسان إذا دار أمره يفكر، يدمن التفكر في الله وفي قدرته، أو يصلي صلاة مستحبة، فالصلاة عبادة، أما هذا أفضل العبادة.
طبعا إدمان التفكر في الله وفي قدرته وقت لا يأخذ وقت من الإنسان، وقت كثير ما يأخذ، تركيز يريد، يحتاج إلى التفات. إدمان إذا صار شيئا فشيئا يصير ملكة، بعد ما يحتاج إلى إلفات يلفت نفسه، ما يحتاج إلى التفات، تماما مثل الملكات الموجودة في الإنسان أمام العظماء. هذه الملكة هي التي تخلي يلاحظ في كلماته. هذه فد رواية، اللي رواية معتبرة، رواية أخرى معتبرة في نفس هذا المجال: إن أشد العبادة الورع، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.